هذه الزيارة تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف. الهدف الأول وهو إعطاء إشارة انطلاق للأبحاث العلمية في مجال الأعشاب الطبية، بحيث أننا سننتهي من هذه المرحلة الأولى في شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله بتصنيف 400 نبتة طبية. المحور الثاني أو الهدف الثاني يتمثل الهدف الثالث وهو إعطاء إشارة الانطلاق إلى شبكة موضوعاتية تضم 8 مؤسسات جامعية في مستوى الوسط والغرب الجزائري، تهتم بالنباتات الطبية والزيوت الطبيعية. التعليم المتوسط اللي اليوم يشتمل مستوى ولاية بلعباس 14,650 ممتحن، وكل الظروف والوسائل البشرية واللوجستيكية والمادية موفرة لتقية هذا اليوم الهام جدا. بالتوفيق للجميع، ونطلب من الأولياء مرافقة أبنائهم بسيكولوجيا من أجل نجاح هذا الامتحان. فائقة يجب أن تعنى لها هذه المواعيد، سخرناها كل الإمكانيات، عقدنا عدة اجتماعات لتحضيرها ولتحضير كل الظروف المواتية من أجل وضع الشاب والتلميذ في أريحية تامة في طمأنينة، من أجل أن يعني يثبت ما أخذه من المعلومات خلال هذه الفترة التي سبقتها. للتذكير فقط على مستوى الانتخابات، عندنا 14,650 حوالي ممتحن موزعين على 69 مركز، ومركز كذلك لازم كذلك فرصة. كما تعلمون أن سياسة الدولة، كما أكد السيد معالي وزير العدل حافظ الأختام خلال زيارته الأخيرة إلى مؤسسة إعادة التربية بعين تادلس، قائمة على إعادة إدماج المحبوسين، وهذا من خلال توفير لهم جميع فرص التعليم والتكوين، وهذا بغية إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم وانقضاء فترة عقوبتهم، وتوفير لهم فرص العمل بعد الخروج، ويعودون أفراد خيرين من أجل مجتمعهم وأسرهم. زيادة على ذلك، أن الهدف ليس هو العقوبة بحد ذاتها، وإنما الهدف هو إعادة إدماج المحبوسين. وشكرا. نفس وزارة العدل تسعى دائما إلى توفير جميع الإمكانيات سواء المادية أو البشرية لإنجاح هذه الامتحانات، وقد أكدت ذلك من خلال الامتحانات السابقة. وكما تعلمون أن درجة النجاح في شهادة سواء التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا دائما تكون مرتفعة. بمناسبة إجراء الامتحانات شهادة التعليم المتوسط في دورته 2023، تنظم مؤسستنا هذه الامتحانات كونها مركز إجراء على مستوى مجلس قضاء مستغانم، وعلى مدار 3 أيام تسجل مؤسستنا 63 مترشح من المحبوسين. يتم أيضا هناك سبع مساجين يتم استدعاء وفرج عنهم، ويتم استدعائهم من الخارج لإجراء الامتحان على مستوى
سواء المركز الامتحان المؤسسات العادة التربية عين تادلس، وهناك أيضا حدث يتم استخراجه من مؤسستنا نحو مؤسسة تربوية بمدينة تونين لإجراء هذه الامتحانات بواسطة الوسائل الأمنية. تسجل المؤسسة يعني عموما 63 محبوس، ووفرت لهذه الامتحانات المديرية العامة لإدارة السجون كل الهياكل والوسائل والإعادات والوسائل المادية والبشرية والهياكل والأدوات البيداغوجية الضرورية لإنجاح هذه الامتحانات. أنا المدعو محمد، أنا نتابع الدراسة تاعي عبر المؤسسة إعادة التربية عين تادلس، وإن شاء الله ربي يوفقني في هذا الامتحان شهادة التعليم المتوسط. ونشكر المؤسسة على هذا المجهود والاهتمام الدراسي، إن شاء الله بربي ننجح شهادة التعليم المتوسط، نزيد نتابع الدراسة تاعي إن شاء الله، إن شاء الله نخرج برا ونزيد نكمل الدراسة تاعي برا إن شاء الله بربي. الأمنية تاعي إن شاء الله نخرج نخدم على والدي ونحط راسي إن شاء الله بربي. نوصي الشباب باش يجتهدوا أكثر وما يعاودوش يولوا المؤسسة، ويتاخذوا إن شاء الله بربي كاع الإجراءات والله ينجحهم كامل إن شاء الله بربي. ونقدم تحياتي للسيد المدير المؤسسة والسيد نائب المدير وجميع المسؤولين بالمؤسسة. على أثر سقوط كمية كبيرة من الأمطار في وقت وجيز جدا على دائرة الحروش وبالأخص بلدية الحروش وبلدية صالح بوشعور، مما تسبب على فيضان وادين، أولا الواد الأول وهو واد مروش، والواد الثاني وهو واد جبل مكسل، كبيرة خلف أثار كبيرة، وهي أثار يعني الحمد لله ما كانش أثار يعني ما كانش خسائر بشرية، خمس هناك خسائر مادية فقط، من بين هذه الخسائر المادية وهي خسائر في الأفرشة والأغطية وكذلك الأواني المنزلية، بالإضافة إلى هناك يعني أملاك الأشخاص من سيارات وشاحنات. إذن الكمية كانت هناك كمية كبيرة جدا وبقوة، الحمد لله يعني ما كانش هناك يعني خسائر بشرية تذكر على مستوى الولاية، وكذلك تم تكفل بالمواطنين، تم إحصائهم، وكذلك تم ذلك يعني على مستوى لحد الآن، ما زلنا لحد الآن منذ يعني الساعة باكرة صباحا، والعملية امتصاص المياه من حي 500 سكن، كذلك حي لبي ألاف، وكذلك حي نفير، تم يعني يقول العملية متواصلة في امتصاص المياه من المنازل، وكذلك امتصاص المياه من الساحات العمومية، وذلك من أجل يعني تمكين المواطنين من الخروج من العمارات لأن الكمية كبيرة جدا. الكمية حوالي في المنازل حوالي 2 متر، يعني مترين، هاي الكمية يعني مترين، مما نتج عليه يعني عدم خروج يعني المواطنين من العمارات، وخاصة هذه العمارة هذه اللي مقابلتنا، العملية امتصاص ما تزال متواصلة إلى ساعة متأخرة من حد الآن ليومنا هذا، وما زالت العملية متواصلة. كذلك يعني السيدة ولي الولاية كانت على مستوى هذه الأماكن المنكوبة، زارت المنازل وزارت الأماكن وأعطت تعليمات، يعني أصدرت تعليمات للمسؤولين المحليين، السيد رئيس الدائرة وكذلك السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى الفاعلين في العملية دي تي بي ودي ار، من أجل يعني حاب يقول تكفل وإزالة أثار هذه الكارثة، إزالة هذا أثار هذه الكارثة، وهذا من أجل تمكين أبنائنا يعني في اليوم والغد هناك امتحان يعني تعليم متوسط، من أجل تمكين أبنائنا يكونوا على أحسن ما يرام، ويكونوا يعني في المدارس ويؤديوا الواجب واجب الامتحان.